السلام عليكم ومرحبا بكم متابعين. دار اخبار البارح على مواقع التواصل الاجتماعي يقول بانه حمزاوي مدامين تعرض لحادث مرور اليم وهذا اللي خلاه يفقد حياته. الاخبار هذا اهبط على كل المحبين ومتابعين حمزاوي مدامين كالصاعقة واثر عليهم برشا، لكن بعد ساعات معدودة من نزول الخبر هذا ويخرج خبر آخر يكذب وينفي الإشاعة هذه. أيضا خروج ولادة الحمزاوي يأكد أنه كل اللي دار على مواقع التواصل الاجتماعي هو فقط محض إشاعة، ونزل الحمزاوي مدامين فيديو لولادته على مواقع التواصل الاجتماعي وأكدت أنه ابنها الحمزاوي حي يرزق وموجود في داره وصحته بأتم العافية. وربي هدي الصفحة اللي تداولت الخبر وفشعت أحباب وأصحاب حمزاوي أعلى شوية فلوس، وهكا يكون الاخبار تصحح. وان شاء الله ربي يطول في عمر الحمزاوي، وما تنسوش في اخر الفيديو باش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش نوافيكم كل جديد.